الفتن ومعرفة علامات أهلها، هؤلاء هم أولى من يرجع إليهم، ولو لم يكونوا أعضاء هيئة كبار العلماء. ونحن نعرف أعضاء هيئة كبار العلماء طلاب صغار لبعض هؤلاء المشايخ، بل لبعض طلاب هؤلاء المشايخ. فالآن يعني قبل مدة كنا نقول هذا القول، وكانت هيئة كبار العلماء مليئة بمن هم ملء العين والبصر والصدر، والآن كثير منهم لا الحمد موجود وهم ملء العين والسمع والبصر، ولكن ليسوا كلهم، حتى لا أكذبكم وأكون صادقا معكم، فما كل من دخل هيئة كبار العلماء كان من هيئة كبار العلماء قولا وفعلا، يغضب من يغضب ويرضى من يرضى، لا علي منها. ما كنا قبل 20 سنة كنا هيئة كبار العلماء أحلنا على ملي، أما الآن فلا عموم وإنما تخصيص فلان 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 وما عداه لا. يجب أن يعلم هذا، أيام تغير الأيام تمر، يموت من يموت، في هيئة كبار العلماء خير كثير وفي خارجها خير كثير، ولو لم يكن في منصبه من هيئة كبار العلماء هو أعلم من بعض من هو في هيئة كبار العلماء، ولا نشك في ذلك ولا نغتر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا.